أعلنت وزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة أن استلام البطاقة المهنية للفنان أول بطاقة المهنية لتقني وإداري الأعمال الفنية سينطلق ابتداء من يوم الاثنين المقبل. وأنهت الوزارة في بلاغ لها إلى علم كافة المهنيين المستفيدين من البطاقة المهنية للفنان والواردة أسماؤهم بالموقع الرسمي للوزارة أن استلام هذه البطاقة برسم أول دفعة من الدورة الأولى سينطلق ابتداء من يوم الاثنين 30 شتنبر 2019 مباشرة من المديريات الجهوية للوزارة. ودشن وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج بمقر وزارة الثقافة توزيع بطاقة الفنان بحضور فنانين كبار، واستحسن عدد من الفنانين هذه الخطوة التي اعتبروها سابقة في الاعتراف بالفنان المغربي وتوفير الحماية الصحية له فضلا عن تأمين مستقبله. وبهذا يكون الوزير الحركي قد أوفى بعهده في طرف قياسي بعدما ظل هذا حلما يراود الفنانين لعقود.